ولدي انا اش نقول ولدي، انا واحد السيده، انا سيده مرهجاله ارمله ساكنه في هذا البيت 13 عام 14 عام دابا عند المرحوم. كان ادي الواجبات ديالي وكان كيصلح ويقاد الله يرحمه. مات هو جا وليداتو، ملي جاو الورثه ديالو قال لك سيدي ما بقاتش قداهم هذوك جوج فرانك اللي كان عطاهم انا كريعه ب 7000 هذه البراكه هذه. قال لك ما بقاتش قداهم، ما بقاوش كيصلحوا ليا، بقاش كيعطيوني الروسي. ومؤخرا دعوني قالوا لي تخرجي صلحوا لي ونخلص لكم الكرة. لا ما يمكنش، غادي تخرجي والسلام. انا 13 عام ولدي والده في هذا الوليد الصغير، كان خالص الواجبات ديالي غير مؤخرا اللي حبس مشيت حطيت شي حاجه في المحكمه، ولكن قالوا لي غنعطيو لك الفلوس وهذه. والناس قال لي ما بقى لي ما نخلص. مشيت ولدي بغيت نكري ما صدتش كي ندير، كاينه 20 30. دابا المصيبه الكبيره هي ان هذا البيت راه غادي يطيح، راه كله راه البارح راه البارح راه انتم غتصوروا وغتشوفوا راه كله مشقق. الماء ضرب الضو شعلت لينا العافيه في الضو عامني صبحنا ما سميتو، وقع البارح في الليل. غنعيطوا على داك الورثه ما كنشوفهمش حنا اصلا، كيصيفطوا لينا غير داك اللي كياخذ الكره. كنعيطوا عليه كيقول لنا خرجوا ما عجبكمش الحال خرجوا. كنعيط كنعيطوا عليه. الورثه ما كاينينش هادو هادوك يلاه كيصيفطوا لنا اللي ما عجبوش الحال خرجوا خرجوا بغاو دارهم خرجوا. الواجبات مؤخرا مابقاوش هما بغاو يشدوهم، قال لك زيدونا واحد زيدونا 10000 زيدونا 20 هما الورثه هما هادشي اللي قالوا. دابا المشكله كون غير جا ويعطوك وقت يصلحوا. انا ولدي ما بقيتش عارفه اش غندير، واش غيصلحوا واش نبقى هنا. عندي جوج والصغير هو الكبير مشى بحالو، الصغير هو اللي مربيه وهو اللي كنقري. حتى مدي وليدي لا دور معايا داك الوليد الكبير نديرها فراشه في الزنقه كنبيع نشري دوك التقايشات وهاد الشيء. هذا ما كان ومربيه هاد الوليد راه على قبله هو كاع. شينا من غدا نمشي لشي جمعيه ولا نمشي لدار العجاز. انا اللي بغيت هو هاد الوليد يقرا كيجيب معدل زوين وكاع مفتخرين به الاساتذه ديالو، وراه الا بغيت تصوروا صوروا تشوفوا بغيتو يقرا هاد الدري. واش كاين شي جمعيه تعاوننا في الكرا؟ واش كاين شي محامي اللي ياخذ هاد القضيه ديال هاد الناس ويواجههم؟ حيت انا مشيت كاع هما دابا هاد المحكمه غتحكم عليا بالافراغ على اني ما كنخلص. فين نمشي؟ نبرك في الزنقه غنقلب على بيت راني ضلي راه كنجري عند السماسريه ليل ونهار. ها هو كاع واحد غيقول لك انا غنعاونك هاد الشهر والشهر الاخر شنو غندير؟ فهمتي ولدي؟ ولدي حرت والله ما عرفت اش غندير وحقا. كنطالبه ولدي اما يكون شي مسؤولي، لان انا دابا بغيت نواجه هاد الناس في المحكمه. هي دابا استدعاء غتجيني، بغيت نمشي في المحكمه خصني محامي. ولدي انا ما عرفت اش غنقول لك، انا ما عمري ما مديت شي واحد وما عرفت اش غنقول لك. وشي جمعيه تعاون على الدري نكمل لي قرايته ولا غنقول لكم السكنه؟ راه ماشي انا، ما يمكنش راه الناس كلها كتقول السكنه. انا ما عرفتش شي مسؤول يجي يوقف لهاد الناس ياخذ القضيه ديال هاد الدار. غنقول لكم يصلحوا الله. وليدي ما عرفتش اش غنقول، شي حد يساعدنا وصافي اعتقني.